بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله المادة اللي هناخدها مع بعض أساسيات الطرق الإحصائية. المادة دي عبارة عن الأساس بتاع الإحصاء كله. طبعا احنا ما بنقدرش ناخد كل حاجة، في حاجات معينة اللي هي المفروض لازم تعرفها أي مستوى عشان تبقى عارف إيه. المحاضرات دي هتتناول أولا مقاييس النزعة المركزية، ودي كلها بنقول إنها عبارة عن المتوسطات، ثانيا مقاييس التشتت، ثالثا الارتباط. وطبعا برضو زي ما بنقول ان احنا مش هناخد كل حاجة، الحاجات المهمة في كل مقياس هو اللي هناخد. المقاييس الإحصائية عموما بتستخدم في تحليل البيانات، ومن ضمنها زي ما قلنا مقاييس النزعة المركزية، دي اللي نبتدي بيها. المقاييس دي تستخدم في إيجاد القيمة المتوسطة، القيمة اللي بتتركز حواليها معظم القيم. من المقاييس دي الوسط الحسابي والوسيط والمنوال، والتلاتة مهمين فلازم نبتدي ندرس. أولا الوسط الحسابي، الوسط الحسابي من أهم مقاييس النزعة المركزية، لكن في حاجة إن هو بيتأثر بالقيم الشاذة. نبتدي ناخده أولا لبيانات غير مبوبة. القانون عندنا س شرطة بتساوي مج س على نون، س شرطة الوسط الحسابي بيساوي مج س مجموع القيم على نون عددها. القانون ده بجيب منه الوسط الحسابي للبيانات الغير مبوبة. لو عندنا تمرين مثلا بيقولك توضح البيانات التالية: أجور عدة عمال في الساعة، ومديك البيانات 7 6 9 8 10. البيانات بالشكل ده طالما انها مش موجودة في جدول بنسميها بيانات غير مبوبة. بنكتب القانون س شرطة بتساوي مج س على نون، بنجمع القيم كلها على عددها 5 يطلع قيمة الوسط الحسابي 8. الوسط الحسابي من المميزات بتاعته أهم ميزة إن مجموع انحرافات القيم عن الوسط الحسابي بيساوي صفر. لو جبنا مج س ناقص س شرطة خدنا انحراف كل قيمة عن الوسط الحسابي لازم هيطلع لي بيساوي صفر. كل قيمة من القيم اللي فاتت ناقص الوسط الحسابي اللي هو 8 طلع عندنا في الآخر هيدينا مج س ناقص س شرطة بيساوي صفر. الوسط الحسابي برضو بيتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة. فلو فرضنا مثلا بالنسبة للمثال السابق ان حط مفردة قيمتها 200، عامل الاجر بتاعه 200 جنيه، يبقى معنى كده ان عدد المفردات بقى 6. لو جمعت س اللي كانت عندي 40 زائد 200 هيطلع عندي المتوسط 40 جنيه. فرق جامد قوي ما بين 8 جنيه و40 جنيه. ليه؟ لان الوسط الحسابي بيتأثر بالقيمة الشاذة. ثانيا الوسط الحسابي من بيانات مبوبة، والبيانات المبوبة هي البيانات الموجودة داخل جدول تكراري، يعني لازم تلاقي الجدول عندك موجود فئات وتكرارات. الفئات اللي هي عبارة عن لو مثلا بتتكلم على درجات، لو بتتكلم على دخل، لو بتتكلم على أي كان العدد بقى، لما يقولك عدد طلاب أو عدد عمال أو كده ده عبارة عن التكرار. القانون بتاع الوسط الحسابي لبيانات مبوبة س شرطة بتساوي مج س كاف على مج كاف. س شرطة زي ما قلنا الرمز بتاع الوسط الحسابي، س مراكز الفئات. مركز الفئة عبارة عن ايه؟ بداية الفئة زائد نهاية الفئة على 2. لو بصيت للمثال اللي قدامك الفئة الأولى بدايتها 30 نهايتها 40، يبقى لما اجي اجيب المركز بتاعها اقول 30 زائد 40 على 2، الفئة التانية 40 زائد 50 على 2، وهكذا. عدد الطلاب عبارة عن كام؟ هو مديلك الجدول وبيقول لك احسب الوسط الحساب. بنقول س شرطة بتساوي مج س كاف على مج كاف. امشي مع القانون وشوف كل حاجة انت عايزها ايه، وابتدي حط الخانة بتاعت. لما اقول س شرطة بتساوي مج س كاف، س مراكز الفئات، واتفقنا ان مركز الفئة عبارة عن بداية الفئة زائد نهاية الفئة على 2، يبقى ازود اول خانة في الجدول هجيب فيها مركز الفئة وهديله رمز س. قلنا هناخد 30 زائد 40 على 2 35، 40 زائد 50 على 2 45، وهكذا. آخر فئة هتبقى 90 زائد 100 على 2 95، وهكذا. بعد كده القانون بيقول لي مج س كاف، يبقى هضرب س في كاف، س في التكرار، مراكز الفئات في التكرارات.
بعد ما ضربت س في ك بالنسبة للجدول كله بجيب المجموع، طلع عندي 30250، هي دي مج س ك على مج ك اللي هي مجموع التكرارات، ده الوسط الحسابي. خصائص الوسط الحسابي: أهم مقياس من مقاييس النزعة المركزية، بياخد جميع القيم في الاعتبار عند حسابه، قلنا مجموع انحرافات القيم عن وسطها الحسابي بيساوي صفر. العيب اللي فيه إنه بيتأثر بالقيم الشاذة أو المتطرفة. نمرة 2، الوسيط. طبعا مش هناخده البيانات غير مبوبة، هنبتدي على طول بيانات مبوبة لأن هي المهمة، وعشان أجيب الوسيط من بيانات مبوبة في خطوات بنعملها ولازم تعرفها كويس. أول خطوة بترتب القيم تصاعدي عن طريق عمل جدول متجمع صاعد، وخليك في الجدول المتجمع الصاعد بلاش الهابط عشان ما يتلخبطكش. نمرة 2، بجيب ترتيب الوسيط أو رتبة الوسيط بيساوي مجموع التكرارات على 2. القيمة اللي بتطلع عندك هنا بتاخدها وتديها رمز كاف 2. كاف 2 دي عبارة عن التكرار المتجمع الصاعد المقابل للوسيط. ابتدي اشوف القيمة دي موجودة في التمرين في الجدول ولا لا، لقيتها موجودة بجيب الوسيط من الجدول، مش موجودة ابتدي احدد مكانها. القيمة اللي قبلها بتديها رمز كاف 1، اللي بعدها بتديها رمز كاف 3. الفئة اللي قدام كاف 1 بنديها رمز ف اللي هي بداية الفئة الوسيطية، مسمينها الفئة الوسيطية ليه؟ لأن الفئة اللي بيقع فيها الوسيط. حددت بداية الفئة الوسيطية، خد الرقم اللي تحته على طول، ده يبقى نهاية الفئة، والفرق بين نهاية الفئة وبداية الفئة بيديني طول الفئة الوسيطية. تمرين: عندي جدول يوضح التوزيع التكراري التالي، توزيع 100 طالب حسب درجاته، ومدينك فئات الدرجات وعدد الطلاب، واحنا اتفقنا ان العدد عبارة عن التكرار. اول خطوة هترتب القيم عن طريق عمل جدول متجمع صاعد. جدول متجمع صاعد ده عبارة عن جدول بتزود خانتين على الجدول، او جدول مكون من خانتين، اول خانة اقل من حدود الفئات، الخانة التانية التكرار المتجمع الصاعد. اقل من حدود الفئات، كل الارقام اللي موجودة في خانة الفئات عندك بتاخدها زي ما هي وتكتب قبلها كلمة أقل من، ده بالنسبة لخانة أقل من حدود الفئات. التكرار المتجمع الصاعد دايما ببدأ بالصفر، بعد كده بتاخد صفر زائد الرقم اللي موجود عندك في الجدول اللي هو قدام أول فئة، يبقى صفر زائد 15 بيديني 15، 15 زائد 15 يديني 30، 30 زائد 20 يديني 50، 50 زائد 30 بيديني 80، 80 زائد 20 بيديني 100. وعشان تتأكد ان الجدول بتاعك صح لازم يكون اول تكرار بيساوي صفر، اخر تكرار بيساوي المجموع. نمرة 2، بنحدد رتبة الوسيط. رتبة الوسيط بيساوي مج كاف على 2، مجموع التكرارات على 2. مجموع التكرارات ب100 على 2 هيديني 50، ال50 دي هي اللي بتبقى نسميها رتبة الوسيط او بنديها رمز كاف 2. وتعالى في خانة التكرار المتجمع الصاعد دور عليها، اهي ال50 موجودة من ضمن التكرارات المتجمعة الصاعدة، الرقم اللي قدام ال50 على طول 30، يبقى هو ده قيمة الوسيط. نشوف الجدول التاني او المثال التاني. يوضح التوزيع التكراري التالي: بيانات عينة عشوائية من 240 طالب موزعة على فئات السن، مطلوب ايجاد الوسيط. برضو قلنا أول خطوة هنرتب القيم عن طريق عمل جدول متجمع صاعد، وبعد ما عملنا الجدول متجمع صاعد أهو اتأكدنا يا جماعة إن أول تكرار بصفر وآخر تكرار بيساوي مجموع التكرار. جبنا رتبة الوسيط مج كاف على 2 طلعت 120، ندور عليها في الجدول مش موجودة، موجودة ما بين 100 و180، يبقى 120 كاف 2 موجودة ما بين 100 و180، المية اللي هي قبلها تبقى كاف 1 واللي بعدها 180 كاف 3. بداية الفئة هتكون قدام كاف 1، يعني هي قدام ال50، طول الفئة الوسيطية الفرق بين نهاية الفئة وبداية الفئة اللي هي 54 ناقص 50. ونكتب بقى قانون الوسيط بيساوي ف زائد كاف 2 ناقص كاف 1 على كاف 3 ناقص كاف 1 في ط، بالأرقام اللي موجودة عندي هنعوض ونجيب قيمة الوسيط. خصائص الوسيط: انه لا يتأثر بالقيم الشاذة او المتطرفة.
ثلاثة المنوال. المنوال برضو هناخد البيانات مبوبة، بيانات مبوبة هناخد بس طريقة الفروق التكرارات أو طريقة بيرسون. طريقة الفروق التكرارات أو طريقة بيرسون بتعتمد على إيه؟ بنشوف أكبر تكرار موجود في الجدول سواء كان متساوي أو غير متساوي. لو غير متساوي يبقى بنجيب التكرار المعدل وناخد أكبر تكرار معدل. لو متساوي يبقى أكبر تكرار موجود في الجدول بنديله رمز كاف 2. القيمة اللي قبله هنديها رمز كاف 1 واللي بعده هنديها رمز كاف 3. خدت الفرق ما بين كاف 2 وكاف 1، هيديك الفرق الأول اللي هو فيه 1. الفرق بين كاف 2 وكاف 3 هيديك الفرق التاني هو فيه 2. من 2 ل 4 التكرار بتاعها 5. عند الاتنين بطلع 5 وانزل عند الاربعة. الفئة اللي بعدها عند الاربعة هطلع 9 وانزل عند الستة وهكذا. بعد ما رسمت المدرج التكراري بالمنظر ده اشوف اعلى مستطيل عندي من 6 ل 8 بنسميه الفئة المنوالية. وبعد كده بناخد الفئة اللي قبلها والفئة اللي بعدها. الفئة اللي قبلها من 4 ل 6 اللي هي قبل المنوالية، اللي بعدها من 8 ل 10 بعد المنوالية. ونيجي في الفئة المنوالية نوصل النقطة اللي موجودة في ركن الفئة المنوالية بالنقطة اللي بتاعت الفئة قبل المنوالية، والنقطة التانية بنوصلها بنقطة الفئة بعد المنوالية. ومن نقطة تقاطع نسخة عمود يدي لك القيمة اللي طلعت عندك بالحساب تحطها على الرسم. المنوال ممكن اجيبه من جدول غير متساوي الفئات، بس في الحالة دي لازم اجيب حاجة اسمها التكرار المعدل. التكرار المعدل يا جماعة، التكرار المعدل بيساوي التكرار على طول الفئة. طيب لو عندي جدول زي اللي موجود قدامنا، الاجور وعدد العاملين. بصوا يا جماعة، انا حكمت على الجدول غير متساوي ازاي. من 20 ل 30 الفرق 10، من 30 ل 50 20، يبقى الجدول غير متساوي. ما دام غير متساوي وطالب مني المنوال يبقى لازم اجيب التكرار المعدل. قلنا التكرار المعدل بيساوي التكرار على طول الفئة، يبقى بتزود على الجدول 2 اول خانة بتجيب فيها طول الفئة والخانة التانية بتجيب فيها التكرار المعدل. خانة طول الفئة يمشي معايا كده، من 20 ل 30 يبقى طول الفئة 10، من 30 ل 50 20، من 50 ل 80 30، من 80 ل 90 10، من 90 ل 100 10. بعد ما جبت طول كل الفئات اللي موجودة عندي هقسم كل تكرار على طول الفئة المقابل ليها هيديني التكرار المعدل. 10 على 10 1، 20 على 20 1، 80 على 30 2.7، 30 على 10 3، 10 على 10 1. جبت التكرار المعدل بعد ما شفت ان الجدول غير متساوي. اجي بقى في خانة التكرار المعدل اشوف اكبر رقم عندي كام. اكبر رقم عندي 3، يبقى 3 هتبقى كاف 2 بتاعتي. القيمة اللي قبلها 2.7 هتبقى كاف 1، القيمة اللي بعدها 1 هتبقى كاف 3. ومن كده هجيب الفرق الأول والفرق التاني ونطبق قانون المنوال. ده لو كان الجدول غير الفئة. هنا بقى هنكتفي بس بالثلاث متوسطات دول وندخل بعد كده على